لأن سوق السلام هما كانوا يسمى السوق الكبير، كان جميع رواد الحلقة من أنحاء المغرب لا بد وأن يحجوا إليه. كان جامع الفنا، عندنا واحد جامع الفنا اللي هي بدرجة ثانية اللي يسميتها سوق السلام، فسوق السلام بالحي المحمدي، وأيضا ما نسميه احنا بالحي المحمدي بطريق الشابو، كان هذا يعني واحد المجال ديال الفرجة ومجال ديال الحلقة، وكان هو المشتل للعديد من المسرحيين والفنانين والناس الآن اللي هم في المشهد الفني والثقافي، كلهم تشبعوا يعني، وكانت عندهم التنشئة الاجتماعية ديالهم وكثر من التنشئة الاجتماعية ديالهم، بل الكفايات الفنية خذوها من الحلقة، وحتى الرياضيين ما نساوش الرياضيين، ان كانت الحلقة ديال الطنجاوي ديال البوكس، وكانت الحلقة ديال بوالبهجة ديال البوكس، العديد من الناس اللي اختبروا القدرات ديالهم الرياضية في هذيك الحلقة. إذن هاد الحلقة هي كما يسميها الأستاذ مسكين الصغير بحال شي جامعة يتكون فيها الجميع، وفين تكون فيها الجميع ذو اعتراف آخرين، لأن مثلا ملي كنشوفوا الحركة المسرحية في الحي المحمدي ولا في الدار البيضاء في المغرب، هي مدينة لهذه الأشكال ما قبل الفرجوية اللي منها الحلقة، فكتعرف أن الأشكال ما قبل المسرحية مش ما قبل الفرجوية، منها الفرجة ديال الحلقة، لأن اللي قلنا سيد قطفي ولا قلنا البساط، فالحلقة أيضا هي شكل من الأشكال ما قبل المسرحية. مهرجان فن الحلقة في الدورة ديال الأولى اللي سميناها، اللي كان الاسم ديالها باسم حكواتي قديم المرحوم بولفقيه، المهرجان عنده فيه 3 ايام، بديناه من البارح للجمعة 19 في الشهر، كان افتتاح وكانوا تكريمات، كانت عروض فنية، كان معنا الحكواتي محمد باريز من مراكش، كان معنا عبيدة الرمادي بن سليمان، أحواش أيور نسوس، واليوم عندنا برنامج آخر اللي هو ندوة حاليا، فيها الأساتذة الدكتورة السعدية عزيزي والدكتور سعيد جعفر والأستاذ المسكين الصغير، ومؤطر الندوة اللي هو الأستاذ عبد الله لقشيت، وفي نفس الوقت هو المدير الفني ديال المهرجان. من بعد غادي يكونوا عندنا عاوتاني عروض في ساحة بشار الخير، وغدا إن شاء الله غادي يكون عندنا ماستر كلاس ديال الحبيب الناصري مع الأستاذ حسن نريس، وفي المساء عروض آخرين إن شاء الله. مداخلتي حول دور الحلقة في الفرجة المسرحية أو الاستفادة من الحلقة ومن مواضيع الحلقة، أو كيف ننقل الفرجة فرجة الحلقة إلى المسرح، وهذا شيء يتطلب نوع من البحث ونوع من الاهتمام من طرف المسرحيين ومن طرف المهتمين بشكل عام. دونك مداخلتي غالبا غتكون اقتراحية، لأن هذا جانب يمكن يفيد أكثر لضمان استمرارية ديال التراث المادي ومن بينه الحلقة. غادي نحاولوا قدر الإمكان مرة نمسوا شوية في التاريخ، وندفعوا في اتجاه ندفعوا صناع القرار في اتجاه المساهمة في ضمان استمرارية التراث المادي ومن بينه والفنون الشعبية ومن بينها الحلقة. اللقاء ديال اليوم اللي هو كيعتبر اول مره تاريخ الحلقه في حي المحمدي، على غرار مقام ديال حي المحمدي من ثقافات شعبيه ايضا، بحال الدائره الغيوانيه، بحال الدائره ديال الكوميدي، بحال المسرح. اذا هذه كتتم الحلقه هي النموذج الاول في الحي المحمدي، باعتبار ان حي محمدي ايضا كان واحد المنطقه اللي مشهوره بالحلقه، والاخص في المنطقه عندنا هنا الحي المحمدي، كانت جيت في درمولاي الشريف، جيت شارع الونان تما في كريمية الحجار، في سوق السلام اللي كان قديما تما السوق الفوقاني، والحلقه كتبقى كتراث لا مادي في المغرب اللي كانت معروفه قديما في جميع انحاء المغرب، والاخص في منطقه مراكش في جامع الفنا، اللي حيث صنف ايضا في منظمه اليونسكو بانه اقدم ساحه، حيث يعود التاريخ ديالها لسنه 1070 في عهد الدوله المرابطيه، هذيك ساحه جامع الفنا. وكانت شخصيات مهمة اللي كانت تما كتقوم بالحكي
السرد بعض القصص إما في إطار ما هو غزواتي أو ما يتعلق بالسيرة أو الألعاب البهلوانية أو الألعاب الرياضية كيف ما كنا كنسمح أحمد وموسى. وهنا الحي المحمدي جينا على الأقل باش تعرف هذا الجيل الجديد دابا على التراث المغربي ديالو الأصيل والحلقة ومفهوم الحلقة باعتبارها تراث لا مادي. هذا هو الأساس. علاش؟ لأن حتى الأجيال ما تفقدش التاريخ ديالها اللي عنده مجموعة من المعطيات اللي تقدر تفيد في المستقبل ديالو. وكنتمنى على الجهات المسؤولة تهتم بهذا التراث المادي وتعطيه قيمة ديالو.